المستمرين مع المعلم مصطفى شعبان. عايز اقول لك انا جايب لك حد مهم جدا في اول يوم العيد، يقول لك كل سنه وانت طيب. اهلا 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 يا صاحبي. اهلا يا صاحبي. انت ازيك يا صاحبي؟ انت صاحبك، انت صاحبي، انت صاحبك حبيبي. لا انت الحبيبي، حبيبي والله. ما في حد حبيبي غيرك. ده الحوار بيننا، ده الحوار في الكواليس. تعالى حبيبي قول لي بقى ايه حكايتك مع بابا؟ بتقول له ايه بقى بابا ولا بتقول له ايه؟ يعني ساعات بقول يا معلم وساعات بابا بنوع. يعني بتنوع عشان الناس ما تزهقش. ايه ايه رايك فيه بقى؟ بابا حلو اهو. انا بحبه جدا، يعني انا بعشقه حبيبي. ايه العلاقه اللي ظهرت بينكم؟ ازاي تملك، ازاي تقدر تتجاوز انك ما تحبش جن؟ ازاي اخترت جن؟ ازاي اخترته؟ في الاعلان بتاع الفيلم البابا، شفت في الاعلان، وبعدين اقترحوا الاستاذ عمرو الدرديق، قلت له نجرب. فاكر كان هيعمل الاول دور واحد، خلينا نعمل الدورين. لما قعدنا في البروفا مع بعض لقينا الكيمياء خطيره، وقام نظراتنا لبعض كان احنا نعرف بعض من 20 سنه. قول له هتتفاجئ عنده كام سنه. قول انت عندك كام سنه؟ انا عندي 8 سنين. 8 سنين؟ انت في سنه كام؟ انا في السنه الثانيه داخل الثالثه. ثالثه ايه؟ ابتدائي؟ اه ثانيه. انا فاكرك ثالثه جامعه. متصور الموهبه دي؟ لا ما شاء الله، ما شاء الله عليك. بحس انك انت مثلت قبل كده؟ انا مثلت. عملت ايه قبل كده؟ ايه عملت البابا وفاصل من اللحظات اللذيذة اللي لسه منزلش. شوف بقى اسم المسلسل ده بيقولوا حلو ازاي، قولوا تاني كده. فاصل، فاصل من اللحظات اللذيذة. انت اللي انت لازم تقول عليه لذيذة. طب قول لي اصعب مشهد عملته مع بابا مصطفى ايه؟ مع المعلم ايه؟ اصعب مشهد؟ اه مفيش حاجة صعبة، سهل كله. هو التمثيل بالنسبة له سهل. اصعب مشهد انت عملته معاه كان ايه؟ لا هو ساعدك هو؟ لا انا كنت بتفاجئ لما اجي اقول حاجة على الهوا يروح ردد عليا، اقول له واحنا لسه بناخد الكلام، بقول لك ايه عشان هعمل كذا تعمل كذا، مستجيب معايا، مستجيب معايا كان احنا نفس الفكره. ايه الجمله اللي انت قلتها له؟ انا نصحتك وانت براحتك. قولها زي ما قلتها في التسجيل. انا نصحتك وانت براحتك. عموما انا عايز اقول لك انت جميل جدا واحنا بنحبك كلنا، وبابا مصطفى عمال يتكلم يقول كلام حلو عليك، انا بحبك جدا، وانا عايز اقول لك انك انت هتكون ممثل عظيم ان شاء الله وكبير جدا جدا في مصر. انا اللي بحبك جدا. انا اللي بحبك جدا. بشكرك جدا يا حبيبي. ابوس بقى. نورت يا جوجو. طب هتاخده معاك وانت طالع؟ هاخده بقى معايا خلاص، انا هسيبه. نورت. يلا نطلع لفاصل تاني ونرجع نواصل، وانتظرونا بعد قليل مع الفنان الجميل مصطفى شعبان ونرجع تاني. باي باي يا جميل. باي باي. باي باي.